أفاد مراسل الحدث بإطلاق أكثر من 130 صاروخا من لبنان على صفد والجليل الأعلى وشمالي الجولان. وأفاد مراسل الحدث باستهداف قاعدة ميرون الجوية في الجليل الأعلى. أفاد مراسلنا كذلك بانفجار صواريخ اعتراضية فوق بلدات حدودية. تتواصل العمليات العسكرية جنوبي لبنان بوتيرة عالية بين حزب الله وإسرائيل وسط تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية والمسيرات في أجواء المنطقة. وقد تعرضت بلدة عيت الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط من مراكزه في الجليل الغربي لأطراف بلدة علم الشعب بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، فيما امتدت الغارات لتصل فوق الساحل الممتدة من المنصور حتى سواحل صور جنوبا وشمالا. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت أمس المئات من الأهداف ومنصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان بعد أن كانت جاهزة لإطلاق النار الفوري نحو الأراضي الإسرائيلية وفق ما ورد في بيان للجيش. أفاد مراسل الحدث بتجدد التعليمات لسكان الجليل الأعلى والجولان بالبقاء قرب الملاجئ بعد أن تم إلغاؤها صباح اليوم. وقد فرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوبي لبنان بعد ظهر أمس، حيث تم إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى أسفرت عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين، وذلك وفقا لما أفاد به مراسل الحدث، إضافة لهضبة الجولان المحتل ونهاريا ومحيطها.